السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله انا جايب لكم فايدة عظيمة جدا جدا جدا، والفايدة دي يا جماعة عبارة عن سورة عظيمة معجزة. هذه السورة يا جماعة لو انت قرأتها 3 مرات تفيدك جدا يا جماعة في قضاء الحوائج، وفي تحقيق الأمنيات، وفي تفريش القربات، وفي زوال الهموم والصعاب من حياتك إن شاء الله. الفايدة دي يا جماعة مفيدة جدا لمن يعاني من تعطيل في الرزق، ولمن يعاني من تأخر في الزواج، ولمن يعاني من أي مشكلة أو أزمة سواء كانت في حياته العملية أو في كافة جوانب حياته الأخرى. ومن مميزات هذه السورة ومميزات هذه الفائدة أن بداية البشارة وبداية البشرى وبداية تيسير الأمور في قضاء الحوائج ستبدأ بإذن الله من اليوم الأول من فعل الفائدة. يعني بمجرد ما تبدأ في فعل الفائدة وبمجرد ما تشرع في البداية إن أنت تفعل الفائدة هتلاقي البشارة، وهتلاقي الله تعالى يسر أمورك في تحقيق هدفك أو تحقيق أمنيتك المتعلق بهذا الهدف إن شاء الله في ذكر تفاصيل الفائدة. بس قبل ما أبدأ في ذكر الفائدة، أنا لو أنت جديد معايا في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة في التعليق بالتوفيق. يلا بينا على طول يا اصدقائي نبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة ان شاء الله. طبعا هذه الفائدة تطبيقها يا جماعة سهل جدا جدا، بس لازم تركز في كل نقطة هقولها، لان كل نقطة هقولها لك في تطبيق الفائدة دي مهم جدا جدا جدا. اول حاجة باذن الله ان انت هتيجي في جوف الليل، يعني قبل الفجر بساعة او ساعتين. دي اول خطوة او اول حاجة محتاجك تعملها، ودي مهمة جدا، ان انت هتيجي في جوف الليل، يعني هتيجي قبل الفجر بساعة او ساعتين. طيب انا يا عبد الله هاجي قبل الفجر بساعة او ساعتين في جوف الليل، هعمل ايه بالظبط؟ هتيجي باذن الله قبل الفجر بساعة او ساعتين في جوف الليل، واول حاجة هتعملها ان شاء الله هتصلي ركعتين لله تعالى بنية قضاء الحوائج وتفريش الهموم وزوال المشاكل اللي عندك. يبقى إذن أول حاجة تصلي ركعتين لله عز وجل بنية أن الله تعالى ييسر أمورك ويقضي حاجتك إن شاء الله. بعد ما هتصلي ركعتين وبعد ما هتقوم بالصلاة ركعتين لله عز وجل بنية قضاء الحاجات، هنيجي للخطوة الثانية إن شاء الله في الفايدة، وهي أن أنت هتقول الحمد لله رب العالمين 66 مرة. وبعد ما هتقول الحمد لله رب العالمين 66 مرة هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 66 مرة أيضا، والصيغة هي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 66 مرة هنيجي للخطوة الثالثة إن شاء الله، وهي أن أنت هتستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة 66 مرة أيضا، والصيغة التي تستغفر بها الله عز وجل هي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بعد ذلك هتقرأ سورة الواقعة، وهتقوم بقراءة سورة الواقعة 3 مرات بإذن الله. تقرأ سورة الواقعة 3 مرات كاملة بفضل الله. لو أنت قرأت هذه السورة 3 مرات بهذه الطريقة نية القرب من الله أولا، ثم بنية قضاء حاجاتك وتحقيق أهدافك وتيسير أمورك، هترى ما لا تتصوره، وهترى المعجزات كلها تحدث معك إن شاء الله. والفايدة دي يا جماعة أنا جايبها عن ثقة، الفايدة دي عظيمة جدا، وكثير ممن جربوا هذه الفائدة أو المعجزات تحدث معهم يا جماعة. فأتمنى تطبقون هذه الفائدة، وبكده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم يا رب وحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.